بسم الله اشوف ركب الثلاجه حطها هي هذا حطها هي وين هذا لا يبقى من يبقى من يبقى من يبقى مني هذه قدم 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 الصبه هذا يبقى 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 هذه منه يبقى من عدل هذا خلاص صب يبقى من عدل صب هذا يلا يلا بسم الله يلا بطل يحيى انا ما بقى لك يوم بسيط اسمك صغيره عقب بحر زين ستوب وين يا مني سر بعيد اطوي خيوطكم يلا يلا تحرك اشوفك بتاجورك هذا بحر ما في مال نفر شو مال نفر وين نايب ناخذه نوب نوم شنو اشقرا اشوف خليه نعم ايش تبغي يا اخوي انت راقد وعمالك عافدين على حلال الناس برقد عكيفي وبعدين العمال يعلمون شغلهم انت شو لك انت هذا مشد عيالي سرور وقراقيرهم فيه ما يستوي الصيد على الجاهز هذه سرقه لا والله سويت لنا حرامين ها رجع القرقور مكانه بالزين وروح ما برجع القرقور مكانه واللي في راسك سوى بشوف وانا خميس قم تعال قربني عداله ما اشوف قلت لك رجع القرقور بالزين ولا بيسوي شيء ما بزين انا رجع القرقور بالزين ولا بيسوي شيء ما بزين يعني اذا ما رجعت القرقور شو الشيء مو بزين بشوفه يحيى امام بيبي عندكم اياه يكون مره ثانيه ما تعيدها وتسرق حلال الناس انا براويك بشتك عليك جه ما البلاد ما فيها قانون تعال في الحاله تطلع انت اللي غلطان ليش يا اخوي حتى هو بعد مصر بطراده يا اخي حتى لو مو مسرع بالطراد انت واقف في نص البحر وفي الليل وبدون ليتات بالله عليك منو بيشوفك احمد ربك ان ضربه يد خفيفه واصاباتكم بسيطه يلا الحمد لله يا حاره الضابط ضربه يد في الطراد ولا فينا احنا يعني احنا ناقصين السيارات تمشي على الشوارع بدون ليتات بعد يبتوا هذه العاده الوسخه لين البحر المهم يا جماعه انتبهوا مره ثانيه والحمد لله على السلامه تفضلوا شكرا نعم تفضلوا نحن جايين بخصوص المشاجره
شو المشاجرة؟ جيهان نحن وبين نحن اليوم كنا في البحر وعقينا هذا الريال داخل البحر. ليش؟ لأن شفناه يعاني قراقير الناس. يا جماعة موضوعكم خلص وطرشنا التقرير لجمعية الصيادين. يعني انتو حين خلاص سامحتوه؟ انت شلك سامحوني ولا ما سامحوني؟ تفضل طال عمرك. مثل ما قلت لكم موضوعكم عند جمعية الصيادين، تفضلوا سيروا هناك بتعرفون النتيجة. ها يعني نسير الحين نطلع يعني؟ تفضلوا. فري شو هاللعبة هذه؟ شو هالجرام اللي مسوينه بارك الله فيه؟ مايوز يا فري مايوز؟ هذا نايب نوخذه؟ أنا بوها سالفة، أنا يوم دريت إنكم حاقين بحر كنكم حاقيني أنا. هي لأنك محطنا سمانديقة ومسلم العمال الخياط والمخيط، هم ما يعرفون حق البحر. إلا يعرفون للبحر أكثر عن أهله، إلا يالسين يلعبون فيه. والسب أنتوا واللي محطينهم يا أبوي. هذا هو الموجود حسب شروط قوانين الوزارة، نايب نوخذه مواطن وعنده شهادة حسن سيرة وسلوك. وخميس لا عنده سيرة ولا سلوك. شفت؟ شفت يا أبو خلف؟ قام يغلط علي بعد. هدوا أعصابكم يا جماعة، هدوا أعصابكم. أبو خلف نحن نبغى نجتمع بالوزارة يكونوا يشوفونا حل. أي حل الله يهديك، أي حل؟ أنا عقب ما رفضوا زيادة الدعم خلاص غسلت يدي من هالاجتماعات هذه كلها، وحتى السنة الجاية ما برشح حق رئاسة الجمعية. عيال ما يستوي كذا، يقومون يحطون لنا شروط ونحن نبترش، لازم يشوفوا لنا حل. فري لا تنسى ترى باكر الاجتماع، مو بدش البحر وتنسى. انزين انا شخصني طرادي انا سيف البحر، الدكه مالي انا بيع عليها، انتوا ردوا دكيشكم وفكونا من هذا اللوث. ترى كذيتنا، بخبرك طرادي ودكتي وما ادري شو. اسمع لازم تتي الاجتماع، كلمه منك كلمه مني كلمه من الجماعه يمكن يقتنعون. ايه يقتنعون، مو بعلشان سواد عيوني عشان لنشاتك ما توقف عن البحر. أنا بوها سالفة، طالعوا احنا بنلقاها من وين ولا من منو؟ خميس قم 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 اصغر مراقب البلدية، قم. ما يحتاج مراقب البلدية، أنا بأدبهم. فري 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 شو عندكم هذا في الثلاجة؟ خير إن شاء الله، جايبين سمكنا نبيعه في السوق. شو تبيعون؟ فوضى أشوف المثل استوت، يلا جلوا جلوا السمك أشوف. ما فيش حاجة تمنعنا، ده سوق. إيه ندري سوق، سوق بوية حق الصيادين، سوق حق طراريد الصيد، مو بحق اللي عنده طراد نزهة تصيرون تحدقون التون تبيعون هني بالخش والدس. طراد نزهة بس بنصيد فيه سمك. يا أخوي ما اختلفنا، سيروا تنزهوا صيدوا، بس لا تجيبون هنا تزحمونا تبيعونه في نص السعر. صدقه انتو حين هادين اللي ماكلين السوق، يعني تضاربوا ويانا، شو هالحسد اللي فيكم؟ لا مو بحسد بوي، انت طرادك ما تدفع عليه مصاريف ولا رسوم الرخصة اللي نحن ندفعها. يلا شو جلوا سمشكم. آسف ما بنجلو. ما بتجلو؟ وين؟ إمام يحيى بيبي بدك عميل. يلا هياكذوا مراك القطاو ياخذون عنك. وهذا لما سوّنوا مودّم. سلم على أبوك أحليلة. وهذا إذا بسوّنوا مالح زين ترى زين، سلم على ابوك يا حليل ابوك. وهذا كم بسوينه على واكم عاده محمر زين، بعد سوى محمر وهذا مشواي فوق زين زين وين، سلم على يدك. وهذا وين موديه؟ هذا موديه حق رنا، انا موديه لهم اياه، انا موديه حق رنا الحين هذا عندنا. يلا بودي هذا بويكم انا حق رنا. ما شاء الله عليك ابوي، مسوي اكشن في السوق ومروع الكل. شو الاكشن عنده؟ شو عنده؟ شو 700 بس؟ ايه 700، ترى اليوم نحيس مو بيديده السالفه، انت عنيد وراسك يابس ابويا.
احط لك العشاء عشان ما تتاخر على طلعه الفجر. لا لا انا ما بطالع الفجر، الله يسلمك مباشر عندي اجتماع ويا الوزاره. عين ابو، وهالاجتماعات ما تخلص؟ ما تخلص يا بنت الحلال، ما تخلص تقولين فار وقطو، ولا السالفه ما تحتاجها الكثر هي. امزروفهم السوق وخلونا على اطرافه، والحين السالفه كبرت وكل حد له راي. ابوي من لم زار السوق؟ لك لو خيره وخلونا ياسين نطمش. لا على استهدوا والله رمسه هذه رمسه نحن ما رمسه هاي الخير. لو سمحتوا يا جماعه الخير لو سمحتوا شروطنا واضحه واسبابنا تعرفونها. لا يا اخوي لا بواضحه ولا شيء، موضوع دعم البترول والديزل لين الحين ما نعرف وين وصل، قوارب النزهه تظهر والدش ما حد يسالها وين صرتي وين جيتي، الا نحن اذا ظهرنا لا بنو وياكم اعطونا هوياتكم اعطونا بطاقاتكم، هذا غير موضوع هذا نايب ناخذ المواطن، هذا اللي ما عرفنا وما نحد. موضوع دعم البترول والديزل قيد الدراسة، وفي جهات مختصة مسؤول عن هذا الموضوع. أما بالنسبة لموضوع نائب ناخذ المواطن، أنا ما أشوف الموضوع في شرط تعجيزي. أنا أبوها سالفة. الحين بالله عليك هذا المواطن اللي تقول عنه من وين نيبه؟ مو بناقص إلا تقول إنه بعد لازم يكون جامعي. وبعدين المواطن بيودر هالوظائف المتوفرة وبيصير يشتغل على لنج. بس اكيد في مواطن ما يقدر يشتغل او في اسباب تمنع انه يشتغل. تقصد هذول اصحاب السوابق والقضايا؟ بوي في شرط حسن السيره والسلوك هو اللي يمنعهم. يا جماعه دوروا دوروا اكيد بتلقون، عندكم المتقاعدين، عندكم ذوي الاعاقه، عندكم مصابين الحوادث، زي حتى عيالكم وقت الاجازات، دوروا اكيد بتحصلون. هي بس هذا حل مؤقت، يعني المشكله ما بتنحل. يعني دبر امورك يا فري، إذا لقيت نائب نوخذ مواطن طلع لنشك البحر، وإذا ما لقيت اتحمل عادة المخاسير وقفة اللنش، العمال سكنهم أكلهم شربهم. ليش؟ لأن ما في عقد يلزم هالمواطن. يا أخوي هاي المهنة هي آخر الحرف الباجي عندنا، عدلوا قوانينها وسهلوا أمورنا. زين يا جماعة طلعوا انتوا جابلوا حلالكم. زين واللي عنده أكثر من لنش شو يسوي؟ خلاص يا أخوي يوم ما تروم خليك على لنش واحد. أي أبوي ألغوا شرط أن نائب النوخذة يكون مواطن وخلوه خليجي مثل ما كان قبل. لا يا أخوي هاي فيها أسباب خاصة وأنتوا تعرفونها عدل، اللنش يدخل مياه الإقليمية وما ندري شو يستوي. السموحة اللي بقوله أنا إن كان السالفة سالفة المياه الإقليمية، ترى لنشات الدول المجاورة يدخلون في مياهنا الإقليمية يصيدون ويبيعون في أسواقنا وبالقانون ما حد يقول لهم شيء. صدقت يا ابو خلف، عيال حتى الطيارات والبواخر هذه مال البضايع اللي تطلع وتدخل من الدوله حطوا عليها نائب نوخذ مواطن. صدقه الحين هاي البواخر العوده ليش ما عليها نائب نوخذ مواطن؟ ولا اللي يملكون يعني هذه البواخر عندهم قوانين غير عنا؟ هذا شو عندهم متجمعين؟ يتريوا نتيجة الاجتماع. وشو دخلهم هذين في الاجتماع؟ أنا بو شقاب عشو دخلهم في الاجتماع، تراهم ياسين يتريون القرارات الجديدة علشان يعرفون شقا يشتغلون عليها وشقا يتعاملون وياها. أبوي انتو تشوفونهم إلا في المناسبات، ولا كل يوم أنا أتناطح وياهم تراني راعي آخر دتة في السوق. يلا أبوي يلا لو سمحتوا كل واحد على شغله، يلا 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 لو سمحتوا يلا 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 يا ربي يلا لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا أبوي يلا يلا السلام عليك فري. عليكم السلام. هذا كامران
اللي مأجر دجة عمي، وهذا خاله. شي بعد خاله وعمه شلينا فيهم؟ يبغون يأجرون الدجة اللي عندك هذه، واطلب المبلغ اللي تبغاه. وي هذه ودي شيشها دور ما داير، ما جيت الا على الدجة هذه اللي انا فيها. الله يهديك يا فري، دجتك هذه الوحيدة اللي مو مأجرة، ولا باقي الدجيج؟ كل الدجيج عندهم. ما بأجر. فري، الريال عنده خير ما بيقصر فيك. شوف، لا تطرطر عيونك كذا. جل خالك وسر، أنا ما بأجر. روح روح، بعدين كلام. فري، الله يهديك. الحين الخير واصلنك، ترفس بريولك. أي خير؟ تبغينا اهد السوق مثل ما هديته؟ وانت ايش قال فنك من صباح الله خير مرتزه هنا بارك الله فيك، جالس الصارخ على سمجك، هذا اللي يشتري وهذا اللي يلبسك ومتعافس يا هذين العالم، اذا هذاك رفع السعر نزلت انت، واذا انت نزلت رفع هذاك. يا ابوي اجر اجر وارتاح ويجلس ببيتكم، بتوصلك الفلوس لين باب بيتك. ان شاء الله صدقت ان هذا خير البحر كله. خير البحر منهوب، قصوا عليكم بيستين وطلعوكم برا. اسمعني بوي، سمتك هذا اللي تقول عنه يسوى له اكثر من 1000، بيب اكثر بعد. صرت طالع داخل شوف الكيلو بكم يبيعونه. انت شو تقول يا حسن؟ تراني ما اشوفهم بعيوني، هذه بعيوني هاي اللي بياكلون الدود، شايفهم يزيدون السعر فوق وينزلون تحت. الحين هذا سمتنا يا ود الله. يمعه عندك ناس غير نبيع لهم سمتنا غيرهم؟ اذا عندك هاتهم. بابا اليوم في اجتماع وزارة. ما شاء الله، تعرفون اجتماع الوزارة بعد؟ انا اسمه داخل سوق. يلا شغل شغل شغل. شو ملام عليه؟ شو مستوي؟ واحد منهم بايع سمك اقل عن سعرهم، داروا عليه وهددوه. انا بو سالفة، بعدين الريال حر يبيع بالسعر ليبا. يتراوالك يا اخوي، حتى نصرت وقلت له هددوه قال لي له. اقول لك انت عقب ما تكتب تقريرك خبر بو خلف. خير ان شاء الله. ما يستوي تردون كل مشاكلكم على الوزاره؟ وبعدين شو اللي يثبت رمسات هاي اللي تقولها؟ يا ابو خلف المزاد طال عمرك يقفل بسرعه، وبعدين بيني وبينك المزايده من مثل قبل. نحن ما نقدر نجبر الناس على المزايده، نحن علينا نراقب اللي نشوفه بس. ها وانت قلت يا ود الحجي اللي نشوفه واللي نشوفه بيني وبينك يا ابو خلف غير اللي يستوي طال عمرك. يا ابو خلف هناك لعبه ما بينهم طال عمرك، وهم كثر اكثر منا ولازم نقبضهم. زين ردوا عيال على دجيجكم، ياخذوها ردوها، وبنتوا اللي معجرين عليهم ردوهم.
خلوا الميزان يعتدل، ما تزيد شفة عن شفة. رد عليك ابوك؟ تليفونه ما يشبك. تأخر وايد حتى يرد العصر. قلنا له قلنا له يا فري حط لك واحد على الطراد بدالك. لا الا هو يدش البحر، الا هو يبيع السمك على الدكه، الا هو يصلح مكاين، كل شيء هو، كل شيء يبغى يسويه هو. انا ابوه سلطان، شبلاك انت طايح بالريال كذا متوحنا؟ اقول ليكون الطالبه بيزات وخايف انه ما يردن عليك. انا ما طالبه بيزات يا حسن، ما طالبه، انا يا اخوي خايف عليه صراحه. تاخر وايد، عمره ما سواها. انا خاف يستوي بشيء وننقص واحد يا اخوي. ألو نعم، حصلتوا؟ زين زين الحمد لله الحمد لله. زين زين ما عليه ما عليه. طرشوا طرشوا عندي. هي هي يلا هم الله. ألو هلا. أي نعم بخير؟ تسلم أخوي ما تقصر. مع السلامة. بشري أبوي بخير؟ الحمد لله الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ريال. زين لحصلوك، عيزهم يدورون. بعدين أنت راعي بحر، شي قاعد تدخل بدون ما تاخذ احتياطاتك؟ تتأكد من المكينة، من البترول، من البطارية، حتى وسائل الاتصال. يا ريال هذا اللي استوى ربك رايد. المشكلة شو؟ البطارية فضت والجهاز اخترب والتليفون، حتى التليفون بطاريته فضت. ربك رايد، الحمد لله يوم وصلنا. على كل ما قصرتوا ومشكورين. على العموم الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. والحين تفضل صير طمن أهلك. يا حليلهم كل دقيقة يتصلون. بعدين في سيارة برا بتوصلك لين باب البيت إن شاء الله. إزاك الله خير ما قصرت، وهذا الكلام اللي قلته هذا درس. يلا ثم الله. ظلام والبطارية ما تشتغل والعمال يزعقون. بابا موت بابا موت، ولا متعلق في فايلتي ولا متعلق في وزاري، ومن كثر ما متروعين طاح وزاري مرتين. يا ليت لو حد صوركم وانتم بهالحالة. اي حالة يصورهم وهم يموتون؟ شبلاش غريبة بعد انتي. فري هاي اخر مرة تدش فيها البحر، الدكه تأجرها مثل ما سوى غيرك وفتك. ردينا قلت لك من قبل البحر يسري في دمي وعروقي ومن غيره أموت، والدكه اللي عندي هي آخر دكه في السوق. لا أول ولا آخر دكه، أقول لك ودر هاي الشغلة وفكنا. أودرها أودرها وشرع بيبانة حق منو مدامي حي، بقبضها بإيدي وبضروسي. مريوم أنا خاطري في عيش أبيض وسمك مشوي.
ان شاء الله ابوي.